بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لما الله تبارك وتعالى ذكر أمر الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني استعظم الملائكة هذا الأمر، وأن يكون في الكون مخلوق آخر قد يكون منه فساد ولا يكون مطبوعا ومجبولا على العبادة جبلة وخلقة كما هو حال الملائكة. لما استغربوا ذلك واستعظموه، الله عز وجل أراد أن يقيم عليهم الحجة ليعلموا أن هناك رسالة أخرى هي غائبة عنهم ولا علم لهم بها، فأوصل إليهم هذا الأمر بصورة أظهرت عجزهم. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين هذا الذي ذكره لهم وأنه يعلم ما لا يعلمون. فعلم آدم الأسماء كلها، الله عز وجل علم آدم أسماء الأشياء، يعني كل ما يحتاجه الناس ويتناولونه في حياتهم وفي شؤونهم، لا علم لهم في أول الأمر إلا بتعليم الله تبارك وتعالى. فعلمه الأسماء وعلمه مسمياتها، يعني يقول له مثلا: هذه عصا واسمها عصا، العصا يريه العصا ويقول له هذه اسمه عصا، يريه القدر ويقول هذا اسمه قدر، يريه القادوم ويقول هذا قادوم، يريه القصعة ويقول هذه قصعة، وهكذا في كل شؤون الحياة كلها التي يحتاجها الإنسان. الأصل أنه لا يعلمها ولا يعرف ولا يعرفها، لا يعرف ذواتها، ما كيف يسميها ولا كيف يتناولها ولا كيف يتعامل معها. هذا معنى وعلم آدم الأسماء كلها، جميع ما يحتاج إليه في حياته. وهل علمه ما يحتاج إليه في حياته فقط أو علمه أشياء؟ الأشياء كلها إلى آخر الزمان، سواء كان هذا أو ذاك، فهذا أمر كانت تجهله الملائكة ولا علم لها به. فأراد الله عز وجل، أراد الله أن يقيم على الملائكة الحجة. علم آدم الأسماء كلها، أي الأسماء ومسمياتها وأشخاصها وذواتها وأعيانها، كل حاجة أدخلها الله عز وجل في علم آدم فعلمها، وصارت له بذلك يعني معرفة ضرورية يستطيع أن يربط بين الاسم وبين المسمى. مثل واحد بيتعلم لغة أجنبية، يعني الأصل الإنسان لا يعلمها، فلو واحد يتكلم العربية ويريد أن يعرف الأشياء اللي حولها ويتناولها في بلغة أجنبية، لابد أن يعني يكون علم ضروري، يتعلم شيئا فشيئا حتى يعرف هذا ما هو وما اسمه. وكذلك هذه الصورة التي علم الله عز وجل بها آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، يعني عرض هذه الأشياء التي علمه الله إياها، عرضهم هنا جاء التعبير بالضمير العقلاء، وبطبيعة الحال ما علمه الله عز وجل آدم من أشياء، منه ما هو عقلاء ومنه ما هو غير العقلاء، علمه أسماء الأشخاص والذوات
الإنس والجن وكل ما يتعلق بالحياة وبالكون، منه ما هو من العقلاء ومنه ما هو من الدواب، وضمير رجع عليهم بضمير العقلاء، قالوا هذا من باب التغليب، من باب التغليب والتشريف، إذا يعني اجتمع يعني شيئان بعضهما العقلاء وبعضهم غير العقلاء، فإذا عط الضمير عليهم العقلاء هذا يسمى تغليبا، وهو في لغة العرب شائع، وتجد يعني يقولون مثلا الأسودان، ويقولون يعني الماء والتمر، يقول الأسودان مع أن الماء ليس أسود ولكن من باب التغليب. قالوا العمران يعني من باب التغليب، يريدون أبا بكر وعمر، وهكذا لغة العرب فيها هذا المعنى. ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه الأسماء، آدم عرض هذه الأسماء على الملائكة، والله عز وجل قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لما الملائكة علمت وعرفت أن آدم تعلم هذا العلم الكبير الكثير وهم يجهلونه ولا يعرفونه، فالله تبارك وتعالى أراد أن يقيم عليهم الحجة، فيقول قال لهم أنبئوني، قال للملائكة الله عز وجل، القائل هنا هو الله، قال أنبئوني والمخاطب هم الملائكة، الله عز وجل قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أنبئوني بأسماء هذه الأشياء اللي علمها آدم، وهي أشياء أسماء كثيرة جدا وعلوم غزيرة، وأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني يعني طلب، إنباء إخبار، النبأ أصل كلمة النبأ هو الخبر أو الإنباء هو الإخبار، وعادة يكون التعبير عنا عندما يكون إخبار بشيء عظيم، يعني ليس مجرد خبر وإنما هو أمر فيه يعني اهتمام، له اهتمام وله ميزة، ولا يعني شيء أمر من الأمور العظيمة وليس من الأمور المعتادة، كما قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، القيامة والآخرة وإلى آخره. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. والله عز وجل هنا عندما أمر الملائكة بأن تخبره بأسماء هذه الأشياء، الله عز وجل يعلم أن الملائكة لا علم لها بذلك، يعني هذا قطعا، فالله عز وجل أمرهم بشيء وأمرهم أن يجيبوه وأن يخبروه بشيء، الله يعلم أنهم لا يقدرون على الإجابة عليه، لا يقدرون على أن يعطوا هذه الأسماء ولا يعرفونها، فكيف الله عز وجل أمرهم أن يجيبوه وهو يعلم أنهم يعني عاجزون. من أهل العلم من يستدل بهذه الآية على جواز التكليف بالمحال، فمحال أن الملائكة تستطيع أن تجيب وتذكر هذه الأسماء وتعرفها، محال ذلك أن تعرف هذا، ومع ذلك الله عز وجل طلب منهم وأمرهم أن يجيبوه. فقالوا هذا قد يفهم منا أن الله عز وجل قد يكلف الإنسان بشيء محال لا يقدره، والظاهر والله أعلم أن هذا ليس فيه تكليف بالمحال، ولا لا أرى أنها تصلح لهذا الاستدلال، لأن الأمر له يعني أغراض كثيرة، الأمر الصادر من الله عز وجل في الكتاب وفي السنة له أغراض كثيرة، أحيانا يراد به الامتثال، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله، هذا مراد به امتثال، لابد واجب على الإنسان أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن يطيع الله، فهذه أوامر واضحة أن المراد بها هو تنفيذها. أحيانا يكون الأمر من الله عز وجل لا يراد منه الامتثال، لأن الله عز وجل يعلم أن المأمور سوف لن يأتي بهذا الأمر، مستحيل لا يقدر عليه، كما في هذه الآية الله عز وجل يعلم أن الملائكة لا تعلم، فكيف يطلب منهم أن يخبروه؟ فإذا الأمر هنا ليس منه الامتثال حتى نقول إن يفهم منا تكليف بشيء الذي لا يطاق والتكليف بالمحال،
الله عز وجل رفع الأمة الحرج، رفع الأمة الحرج بمعنى لا يكلف الله نفسا، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. المشقة حتى التي هي أقل من التكليف بالمحال هي مرفوعة للأمة. الإنسان إذا شق عليه الصلاة من قيام الله عز وجل أذن له أن يصلي من جلوس، إذا شق عليه الوضوء أذن له في التيمم، إذا شق عليه أن يصوم وهو مسافر وهو مريض أذن له في أن يفطر ويقضي فعدة من أيام أخر. فما بالك بأن يكلفه بأوامر وتكليفات هي محال أن يقدر عليها ثم يعذبه عليها، لأن الإنسان عندما يكلف بأمر ولا يأتي به سيعاقب بذلك، وتبقى بعد ذلك نزاع في أنه هو معذور، ربما يرفع عنه الإثم لأنه معذور. إنسان قد يكلف بالمحال ولا يقدر عليه ولكن لا يعاقب على عدم الفعل لأنه معذور في الفعل، يقال لا حاجة لهذا كله، وإنما يرجع إلى أغراض الأمر، الأغراض التي يأتي بها الأمر من الله عز وجل. فإذا كان المراد منها هو الامتثال والتنفيذ والطاعة فهذا يجب على المسلم أن يأتي بذلك، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، من يعصي ويخالف فهو آثم، والإثم والمعصية وكذا كله متوقف أو كله يعني مرتب على المعصية على عصيان الأمر، أعصيت أمري. لكن عندما لا يراد الامتثال وإنما يراد معنى آخر كما هنا أنبيوني بأسماء، الأمر المراد به هنا التعجيز وإقامة الحجة. الأمر قد يراد به مثلا التهديد، يراد به التهديد لا يراد به أنك تفعل، مثل قول الله تعالى افعلوا ما شئتم، هل مراد أن مطلوب من الناس أن يفعل ما يريد الإنسان يفعل من المعاصي اللي هو أمر من الله عز وجل، يعني بهذا الطلب أن الناس يفعلوا ما يريدون ويرتكبوا المعاصي والموبقات والمخالفات، وله الغرض من التهديد، غرض من التهديد معناه ما دام أنتم هكذا لا تبالون بأوامر الله وماضون في غيكم وفي عصيانكم افعلوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، كل ما يصدر منكم فهو يعني في سجل مكتوب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين افعل ما شئت، فكل ما تفعله ستجده وستحاسب عليه. هل هذا السياق يفهم منا أن الإنسان يعني أعطاه الله عز وجل الإذن وأنه ينبغي أن يفعل؟ لا، بالعكس، هذا يدل على خلاف ذلك، يدل على التهديد والوعيد وأنه يجب عليك الكف. هذا أمر يدل لا يدل على الامتثال وعلى الطلب وعلى الفعل، وإنما يدل على الكف، يدل على التهديد والوعيد وأنه يجب عليك ألا تفعل، لا يدل على طلب الفعل. فهنا أمر ولكنه لا يدل على طلب الفعل. أحيانا الأمر يكون للتهكم، ليس المراد به أنك أنت تفعل أو لا، وإنما الله عز وجل يقصد بهذا الأمر أنه يستخف بهؤلاء الناس وبعقولهم ويبينهم عجزهم وأنهم غير قادرين. قول الله تعالى مثلا فليرتقوا في الأسباب، كفار قريش لما تحدوا الباري و يعني بدأوا يستخفون بالوحي وبما ينزل من الله عز وجل من القرآن وكذا، فالله عز وجل استخف بهم بعقولهم، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. إذا كان هم يعني يرون أن هذا شيء الوحي هذا لا قيمة له وأنه ما ينزل من الله عز وجل يعني لا يساوي أن ينظروا فيه ويتدبروا فيه ويمتثلوا فيه، فهل هم عندهم شيء من هذا أو قدرة على هذا أو أقل من هذا؟ هل لهم ملك السماوات والأرض؟ هل يتحكمون في ملك السماوات والأرض؟ إن كانوا كذلك فليرون هذه التحكم وهذه القدرة الواسعة في ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. عليهم أن يأخذوا بالأسباب ويصعدوا إلى السماء ويصعدوا إلى العرش ويصعدوا إلى الباري سبحانه وتعالى ويؤتون ببراهينهم وبقدراتهم.
هذا أمر لا يراد منا الامتثال وعلى أنهم سيفعلون ذلك، بل هو استخفاف وتهكم وتعجب من جرأته مع الله سبحانه وتعالى. فالأمر إذن ليس دائما هو مطلوب منه الامتثال والفعل، وإنما قد يكون له أغراض أخرى. فإذا لم يكن المراد منا الطلب والإتيان بالفعل فلا يدل على التكليف بذلك الطلب، بل أحيانا يدل على عكسه وعلى ضده. ومن هنا قول الله تعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فإذا ليس هنا المراد أن الله عز وجل يطلب ويأمر الملائكة ويكلفهم بما لا يطيقون، وأنه يعني مطلوب منهم أن يأتوا بأسماء الأشياء التي لا يعرفونها وهم عاجزون عليها، والله عز وجل يعلم عجزهم ويعلم ضعفهم وأنه لا علم لهم. وهم نفسهم بعد ذلك ذكروا ذلك، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأظهروا عجزهم. فهذا ليس المراد منه أن الله عز وجل يكلفهم بما لا يطيقون، وإنما أراد أن يقيم عليهم الحجة ويقيم عليهم أنهم عاجزون، لأنهم في أول الأمر يعني لما الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، يعني شبه يعني تكلموا كلام وردوا على الله عز وجل، مع أنهم يعني معصومون عن المخالفات ولا يسبقونه بالقول، لكنهم تمنوا وتعجبوا كيف يكون في الكون من يعصي الله، يريدون مخلوقات مجبولون على الطاعة، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالله عز وجل ذكر لهم أنهم يعني على عبادتهم وعلى يعني ما هم عليه من حب الطاعة هم قاصرون وهم عاجزون، وهناك أشياء لا علم لهم بها، فأقام عليهم الحجة وبالبرهان البين الواضح المحسوس الملموس، فعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة، قال: إذا كنتم أنتم تظنون أن عندكم ميزة وأن ما ينبغيش أن يخلق معكم خلق آخر، أنبئوني بهذه الآية. أشياء يعني ربما لا تكون كبيرة في شيء في جانب الله سبحانه وتعالى، لكن أنتم عاجزون عنها. فلما علموا ذلك وأقام الله عز وجل عليهم الحجة بذلك، اعترفوا وأظهروا عجزهم وأظهروا لله عز وجل الأدب الكامل والتنزيه الكامل، وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا عندما يكون الأمر هذا هو الغرض منه، لا يتوجه يعني اعتراض بأن الملائكة بعد ذلك ستجيب بماذا تجيب، وهل إذا أجابت تكون صادقة أو تكون كاذبة في جوابها، والملائكة معصومون لأن إخبارهم يعني كان مخالف الواقع فيكون كذبا. هذا كله لا يرد، لأن الغرض من الأمر ليس هو الامتثال أساسا، الغرض من الأمر هو إقامة الحجة عليهم، فلا ينتظر منهم جواب. لا يتوهموا أن الله عز وجل ينتظر من الملائكة جوابا، لأن الله عز وجل عالم بعجزهم أزلا وعالم بجهلهم بهذه المسألة ولا يعرفونها. فالسؤال لا ينتظر منه جواب، سؤال هذا لا يعني يتوهم أن الله عز وجل كان يطلب منهم عليه جوابا، وإنما الغرض من السؤال ماذا؟ هو إقامة الحجة عليهم حتى بعد ذلك يرجعوا ويذكروا ما هو اللائق بالجواب. فقالوا: وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسماء هذه الأشياء التي علمتك إياها، مش بأسماء الملائكة يعني، بأسماء هذه الأشياء التي علمتك إياها، أسماء الأشياء ومسمياتها. و فلما عرض مع الملائكة، العرض كلمة العرض معناه إظهار الشيء، مثل البائع يعرض سلعته يظهرها ويبينها، يقول له: هذه هذا خبز، هذا سكر، هذه كذا. أيضا الله عز وجل أمر آدم أن يعرض هذه الأشياء هكذا على الملائكة: هذا كذا واسمه كذا، هذا كذا واسمه كذا. فلما عرضهم على الملائكة قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا
ذكر العلماء عدة مسائل. ظهرت ميزة أو فضل آدم عليه السلام على الملائكة بماذا؟ بالعلم. يعني فضله الله عز وجل على الملائكة بماذا؟ بالعلم. وذلك قالوا استنتج واستنبط من الآية أن العلم أفضل من العبادة. الملائكة مجبولة على العبادة، لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك الله عز وجل فضل آدم عليهم واعترفهم بعجزهم، بماذا فضله؟ فضله بالعلم. وتفضيل الله عز وجل آدم بالعلم هل هو تفضيل ذاتي لأنه مخلوق من طين ومن لحم وعظم بهذه الصورة والملائكة أجسام نورانية، هل هو تفضيل للذات لأن هذا مخلوق بطريقة وهذا مخلوق بطريقة، وإلا تفضيل الله عز وجل لآدم هو تفضيل اصطفاء واجتباء؟ هو تفضيل اصطفاء واجتباء. ليش؟ كيف كان اصطفاء واجتباء؟ لأن الله عز وجل علمه الأسماء ولم يعلم الملائكة، فإذا سبب تفضيله هو تعليم الله عز وجل إياه، لا أنه في ذاته من لحم وعظم وكذا ومخلوق من طين مفضل على مخلوق آخر، مخلوق من جنس آخر ومن صفة أخرى. لا، التفضيل سببه أن الله عز وجل اصطفاه واجتباه وخصه وعلمه ما لم يعلم الملائكة. متى يكون التفضيل تفضيل ذات؟ لو أن الله عز وجل علم الملائكة أيضا الأسماء ولكنها لم تتعلم، لو كان الأمر كذلك صحيح، قد يكون يقول احنا أتينا بمجموعات علمناهم هؤلاء، يعني سوينا بينهم في الفرصة وأعطيناهم الفرصة أن يتعلموا، وفي مدة واحدة وفي وقت واحد وفي ظروف واحدة مجموعة منهم تعلمت ومجموعة منهم سقطت لم تتعلم. هنا صحيح يبقى التفضيل تفضيل ذاتي، هؤلاء الأشخاص عندهم ذكاء وعندهم معرفة وعندهم موهبة وعندهم كذا لا توجد في الآخرين، هذا لم يحصل في للملائكة، الله عز وجل لم يعلم الملائكة. فإذا التفضيل هو هنا بين آدم وبين الملائكة هو تفضيل اجتباء واصطفاء، لأن الله عز وجل اختار آدم للتعليم وعلمه ولم يعلم الملائكة. وهنا ذكروا هل الملائكة أفضل أو بني آدم أفضل؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، علماء المعتزلة يرون أن الملائكة أفضل، ويستدلون على ذلك بأن الملائكة مجبولون على الطاعة، يعني طول وقتهم في العبادة ولا يعصون الله ما أمرهم، ويستدلون على ذلك أيضا بأن الله عز وجل يعني الملائكة ذكر في بعض الأحاديث القدسية من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أو أفضل منه، معناه هناك ملأ الملائكة الملأ الأعلى أفضل من الملأ الذي يذكر فيه الناس والذاكرون وكذا، ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، كأنه يعني يبين هنا شرف الملائكة في القرآن. هذا بعض الأدلة التي استدل بها من يرى أن الملائكة أفضل من بني آدم. ولكن جمهور أهل السنة والجماعة يقولون الصالحون الأنبياء والصالحون من بني آدم أفضل من الملائكة، يعني معنى هذا الفسقة والعصاة لا يدخلون في هذه المفاضلة، وإنما التفضيل بين الأنبياء والصالحين، هل هم أفضل أو الملائكة أفضل؟ هذا هو محل الخلاف ومحل النزاع. فالعلماء أهل السنة والجماعة يقولون الصالحون والأنبياء هم أفضل من الملائكة بدليل ما ورد في هذه الآية أن الله عز وجل يعني اصطفاهم بالعلم وفضل آدم على الملائكة بالعلم، وكذلك أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، فهذا يدل على أنه يعني هو أفضل من الملائكة ولم يكن العكس. وكذلك ما ورد في صحيح السنة أن الله تبارك وتعالى يباهي أحيانا بأهل الأرض، يباهي بما أهل السماء، وكما ورد في حديث عرفة، يعني يوم عرف الله تبارك وتعالى يباهي بعبادي الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعتا غبرا. يعني كأن حال العبادة التي عليها الناس وعليه البشر في ذلك الموقف يعني هي
أرفع وأعظم شأنا من عبادة الملائكة، حتى أن الله عز وجل يفاخر بهم الملائكة يقول انظر إلى هؤلاء. فقالوا هذا يدل على أن الملائكة أفضل. وكذلك العبادة عندما تكون هي فيها ابتلاء وفيها مشقة وفيها مغريات بالمخالفة وبالمعاصي، فإذا كان الإنسان يعني يغرى بالمعصية وتبقى أمامهم مطبوعة وموجودة فيه الشهوات والرغبات، ومع ذلك يلجم شهواته ويكبحها ويمنعها طاعة لله، فهذه نوع من المجاهدة لا توجد في عبادة الملائكة. الملائكة عبادتها أسهل من ذلك، لأن لم تخلق فيها الشهوة، لم تخلق فيها الرغبة للمخالفة. فهناك فرق بين يعني من وجدت فيه الرغبة للمخالفة ثم بعد ذلك هو يعصي نفسه ويعصي الشيطان ويعصي المخالفة ويلتهي إلى الله ويعني يجبر نفسه ويقره على طاعة الله. هناك فرق بين هذا وبين من يكون هو أساسا لا ترد عليه مسألة الشهوة ولا الرغبة فيها ولا المخالفة. قالوا هذا كله يدل على أن بني آدم أفضل من الملائكة. وهناك من المحققين من أهل العلم منهم الشيخ ابن تيمية وغيره يقولون إن بني آدم يعني أفضل من جهة والملائكة أفضل من جهة، فمن حيث كمال الانتهاء بني آدم أفضل، لأنهم سينتهون إلى الجنان، وإلى أن الملائكة تخدمهم، لأن وارد في القرآن يعني يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم الملائكة ويعني في أبواب الجنة وتستقبلهم وتخدمهم، فهذا يدل على أن الساكنين في القصور أفضل من الخدم. وهناك يقول بنو آدم أفضل من حيث كمال النهاية في نهاية الأمر، والملائكة أفضل من حيث البداية، لأن الآن في الدنيا الملائكة هم في الرفيق الأعلى وفي الملأ الأعلى ساجدون راكعون يسبحون يعظمون يقدسون، وبني آدم فيهم منهم من هو في الشرور وفي الآثام وفي المعاصي، فلا يمكن أن يكون هؤلاء كهؤلاء، وهذا توفيق لعل يكون أي توفيقا حسنا. كما أن أيضا هذه الآية قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، تدل على فضل العلم، وأن الناس ينبغي أن يحرصوا على تعلم العلوم سواء كانت العلوم الشرعية أو غير العلوم الشرعية. قالوا ويكفي العلم فضل أن ما من أحد إلا ويتمناه، ما في شيء آخر يمكن الناس يتمنوه جميعا إلا العلم، لأن حتى المال هناك من لا يتمناه، هناك من يخشى أنه إذا تحصل على المال ربما يعني افتتن به وتجبر وتكبر، فالناس منهم من يطلب المال ومنهم من لا يطلب المال ويقتصد في طلبه، لكن العلم ما في أحد إلا ويطلب المزيد منه، حتى الله عز وجل ذكر لبيه وقال له قل ربي زدني علما، قالوا لو كان هناك شيء أعظم وأفضل من العلم يمكن يعني الزيادة منه مطلوبة لما ذكر الله عز وجل العلم وحده في هذه المسألة وذكر الله غير العلم، فكأن ليس هناك شيء مطلوب منا الزيادة من غير انقطاع ومن غير يعني تحفظ، ما تحتاجش ليس فيه شيء من الأشياء التي تخافها وتخشاها، لأن أي شيء تطلب من الزيادة قد يعني تحصل لك منه نتائج سلبية أو مضار أو كذا. لو كان هناك شيء أفضل من العلم لطلب الله عز وجل من نبيه أن يزاد منه، ولكن لم يطلب منه الزيادة إلا بالعلم، وقال وقل ربي زدني علما. ويروى عن عبد الله بن عباس أن قال سليمان عليه السلام خير بين العلم وبين الملك وبين المال فاختار العلم، فلما اختار العلم أعطاه الله عز وجل العلم والملك والمال،
آيات القرآن كثيرة في الثناء على العلم وعلى أهله، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله عز وجل بالعلم. وورد في صحيح السنة أن في صحيح مسلم أن نافع ابن الحارث التقى مع عمر بن الخطاب في موضع مكان اسمه عسفان، وكان عمر بن الخطاب يولي نافع بن الحارث على مكة واليا عليها، فقال له عندما لقيه في هذا المكان: من وليت على أهل الوادي؟ من تركت بعدك هناك ينظر في شؤون المسلمين؟ فقال له: تركت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولا من الموالي. قال: وهل تترك عليهم مولا من الموالي؟ الموالي، كلمة الموالي الأصل فيها هي من كان في الأصل رقيق، ليسوا من العرب، من كانوا تحت الرق ثم لما دخلوا الإسلام أعتقوهم وصاروا عتقاء وصاروا مسلمين. والموالي يعني كان لهم فضل كبير في الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الأولى، في سواء كان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أتباعه والأئمة المتقدمين، كان لهم فضل كبير في تمكن من العلوم ونشر العلوم الإسلامية، يعني فاقوا فيها كثير من أهل البلد والعرب في الجزيرة العربية من العلماء. لما عندما تريد أن تعدد الفقهاء والعلماء في علوم السنة المختلفة وعلوم الفقه وعلوم اللغة، تجد الأعداد من العلماء من الموالي أكثر من العلماء اللي هم أصلا من العرب، يعني سواء كان في علوم السنة وعلوم اللغة وعلوم الفقه مختلف العلوم. يعني علوم، انظر أتى إلى إما البخاري ليس من العرب، من بخارى، يعني بلاد الإسلامية لما فتحت في خراسان وبلاد الشرق الأقصى والمناطق هذه كلها دخلوا الإسلام هؤلاء الناس وتفرغوا للعلم وكانوا يعني متفوقين وكانوا مشهورين ومبرزين. فالرجل قال: تركت عليهم ابن أبزة. وقال: مولى من الموالي. فاستعظم عمر هذا الأمر وقال: كيف تترك عليهم مولى من الموالي؟ أجابه نافع بن الحارث قال: إنه عالم بالقرآن عالم بالفرائض. فعمر كان وقافا عند الحق، قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن مسألة ليست هي ترجع إلى الأرومة والأصل والجنس وهذا عربي ولا هذا عجمي ولا هذا شرقي ولا هذا غربي، لا، إن الله هكذا يقول، قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فبمقدار ما تتحصل من علم القرآن ومن فضل القرآن ومن علاقتك ودينك وإكرام الله عز وجل لك، الأعمال الصالحة والطاعات والحرص عليها، بقدر ما يكون شأنك عند الله. فالمسألة هذا معنى عظيم لابد دائما أن نتذكره، لأن الناس صاروا يعودون إلى جاهلية، الجاهلية الأولى، ويتفاخرون بالأنساب وبالأعراق وبالقبيلة وبالمنطقة، وهذا أمر شنيع، أمر قبيح. نحن يعني الآن لابد أن نغرس المفاهيم الإسلامية الصحيحة، لا نفرق الناس بين مناطقهم ومن أين أتوهم، ولا هم ينتسبون إلى فلان ولا إلى علان ولا القبيلة الفلانية، بل التفاضل بينهم بالعمل الصالح وبالتقوى وبالخدمة للوطن وبقضاء مصالح الناس وبإحقاقهم للحق وإقامتهم للعدل، بقدر ما يكونون في ذلك وما يقومون به بقدر ما يكون لهم من شأن. هذا لابد المعنى هذا أن نغرسه في النفوس وأن نتفهمه وأن نتخلص من دعاوى الجاهلية، هذا من الجنوب، هذا من الشرق، هذا من الغرب، هذا من
سبها هذا من بني وليد هذا من تجورة، لا فرق لا فرق، إنما المؤمنون إخوة. الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، وقال عن دعاوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة، وذكر أن هناك أقوام لا يكون رجال يعني يتفاخرون أو بأقوامهم لا ينتهين عن ذلك أو لا يكونن أهون عند الله من الجعلان تدفع بأنفها في النتن، إما أن ينتهوا على هذا التفاخر بالجهة أو بالقبيلة أو بالمكان، أو لا يجعلنهم الله أهون عنده أهون عند الله من الجعلان الخنافس الخنفسة وما كان على شكلها من هذه الدواب الصغيرة التي تدفع بأنفها في النتن في العذرة وفي القذرات وفي الأوساخ. هذه منزلة من يتباهى أو يتناصر بأنه من الجهة الفلانية ومن المكان الفلاني ليعتز بقومه أو ليعتز بنفسه أو يعتز بأصله، هذه منزلته عند الله. والله تبارك وتعالى توعد هؤلاء، توعد من يتناصرون بالقبيلة ومن يتناصرون بالعصبية، توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بميتة السوء وميتة الجاهلية. فعلينا أن نحذر نحذر مثل هذه الأمور، فإنها من أخطر ما يكون، خطرها على المسلم شديد لأنه مهدد بموتة السوء، وخطرها على الأمة وعلى الوطن أيضا عظيم لأنه يؤذن بالتفرق وبالعصبية. وكثير من المفسدين كثير من المفسدين الذين لا يريدون خير للوطن يلعبون على مثل هذه الورقة، إثارة النعرات والعصبيات والقبيلات والقبليات والتكتلات، يفرقون بين الناس من أجل ألا يعني تستقر الدولة ولا تقوم لها قائمة بسبب هذه الفتن وإثارة النعرات الظالمة. ولذلك نطالب الناس أن يتقوا الله في هذا الأمر ويجمعوا كلمتهم على الحق، ولا يفرقون بين فلان وفلان بصفته القبلية أو بصفته الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أذهب عليكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالأنساب. مؤمن تقي ومؤمن تقي وفاجر شقي. بنو آدم كلكم بنو آدم وآدم من تراب لا فرق. فالتفاضل والتفاخر هو بالإيمان وبالعمل الصالح وبالصدق وبالحق وبنصرة الحق وبنصرة الدين، هذا هو الذي ينبغي للناس الآن أن يتمسكوا به، فالنجاة لا تكون إلا في هذا بإذن الله. فإذا هذه في طلب الحديث هذا يدل على فضل العلم و الموالي، مع أنه ابن أبزة من الموالي، ولكن عمر بن الخطاب رجع إلى الأمر الحق وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله يرفع بالكتاب أقواما ويضع بآخرين. وكان عمر رضي الله عنه في هذا له شأن واضح بين جلي، وسنته يعني ما شاء الله كلها في هذا الاتجاه النير. كان يعني أهل مجلسه ومشورته هم العلماء وهم القراء، وكانوا يطلقون على العلماء دائما القراء لأن أهل القرآن هم أهل العلم. ما كان هذا التمييز الموجود أنت تتخصص في القرآن وهذا يتخصص في العلم وهذا يتخصص في العبادة. كانوا عندما يقولون القراء معناه إذا وصفوا إنسان بأنه من القراء معناه رجل عالم بالسنة، عالم بالقرآن، عالم بالفقه، عابد متنسك متمسك العباد، لأن يسمونهم الصوفية كانوا يسمون القراء. ما كان هذا الاسم، ما كان موجود، ما كان اسم موجود الصوفية، يعني التصوف اللي هو بمعنى التصوف الصحيح اللي هو الانقطاع لله عز وجل ويعني التقلل من الدنيا والإقبال على الله عز وجل، ويعني كإنسان يعبد الله كأنه يراه و يترك المعاصي ويبقى في حال قرب من ربه عز وجل. هؤلاء كانوا يسمون القراء، يعني لأن من يقرأ القرآن
كان يعني قرآنا يمشي على الأرض، يعني يتقمص القرآن في أمره ونهيه وطلبه وكل ما في القرآن من عمل خير وفضل يعمل به، وكل ما فيه من محذور ومن معاصي يتجنبها، فكانوا يسمون القرآن. كان أهل مجلس عمر، يعني مجلس عمر كان من يدنيهم ومن يشاورهم ومن يكون قريب منهم، كان مجلسه هو من القراء. ولذلك كما ورد في صحيح البخاري عندما قدم عيينة ابن حصن، قدم على المدينة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فكان عمر رضي الله عنه يعني يدني أهل القرآن وأهل العلم، سواء كانوا كهولا كبار السن أو كانوا صغارا شبابا، وإذا كان يقرب عبد الله بن عباس وكان من صغار الصحابة، وحتى إن بعض الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم كبار وأكبر منا كانوا يتعجبون من ذلك، وكيف يقدم هذا الشاب الصغير على شيوخ الصحابة. فأراد عمر أن يقيم عليهم الحجة، جمعهم ذات مرة وجمع شيوخ الصحابة الكبار وجمع معهم عبد الله بن عباس وكان شابا صغيرا، فسألهم عن قول الله تعالى: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هذه السورة. فتكلم كل بما رآه، ثم تكلم ابن عباس وقال: لم أرى في هذا إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نزلت هذه السورة قال: علمت أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب. فقال عمر رضي الله عنه: ما فهمت منها إلا ما فهمت. وأراد أن يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة لم يعيش طويلا، فأراد أن يظهر عمر فضل عبد الله بن عباس على صغر اللي كان كبار الصحابة يقولون كيف يقدم، أراد أن يظهر فضله عليهم. فكان هذه هي الوسيلة التي كان عمر رضي الله عنه يخططها في أهل مشورته والمقربين منه. وذلك لما قدم عيينة بن حصن وأراد أن يأتي إلى عمر ويدخل إليه، ف تشفع بابن أخيه الحر بن قيس، وكان من القراء، وعمر كان يقرب القراء ويدنيهم، فهو الذي أدخله العمر، وكان معه له قصة. وكان عين بن حص رجلا جافيا من الأعراب، تكلم بكلام خشن عند عمر وقال: وإنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. وهذا ظلم لا شك في ذلك، لأن إذا كان عمر لا يحكم بالعدل فمن يحكم بالعدل؟ هو يعني الآن هو مثل على مر التاريخ الإسلامي في إقامة العدل والحق والحرص على مصالح المسلمين. فعمر غضب من ذلك وكاد أن ينزل به العقوبة أو يفعل به ما يفعل، لأن الحر بن قيس من القراء ومن العلماء، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، الله عز وجل يقول لك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فما زاد عمر على ذلك، وكان وقافا عند كلام الله، وقافا عند كتاب الله، لما يسمع القرآن يقف عنده، فما زاد على ذلك وترك. إذن هذه
الحديث والسنن كثيرة في فضل العلم والعلماء. لكن قبل أن ننتهي من الدرس أريد أن أنبه على مسألة وأحذر منها، ومسألة السحر. الآن السحر انتشر في البلد من الموبقات، من الكبائر، من كبائر الذنوب، من كبائر المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد الشرك بالله في حديث الموبقات: اتقوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، سبع تهلك أصحابها، معنى هي محل هلاك لا نجاة فيها لمن لم يتوب توبة حقيقية ويقبل الله توبته. وحتى الذي يتوب يعني هو على خطر عظيم، هل يقبل الله توبته ولا يقبلها؟ لكن ومع ذلك من يحصل منه شيء من هذا عليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت الأوان، فإن السحر من المهلكات الموبقات، والساحر لا خلاق له في الآخرة، لا حظ له عند الله، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لا يجد شيء، يذهب إلى الآخرة عريان، لا يجد أي شيء يرجع إليه ولا يرجع عليه. اتقوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس وإلى آخر السبع الموبقات. فالناس عليهم أن ينتبهوا إلى خطورة هذا الأمر، لأن ضرر السحر لا نظير له، أي معصية من المعاصي لا يرقى ضررها إلى ضرر السحر. قتل النفس قد تقتل شخصا واحد، لكن بالسحر قد تهدم بيوت وتهدم أسر وتقتلهم كل يوم قتلا بطيئا، الناس يموتون كل يوم من فعل هؤلاء السحر المفسدون المجرمون الظالمون. فمن يفعل هذا لا يفعل هذا مسلم، لا يفعل هذا مسلم، ليس هذا من أخلاق المسلمين. حتى الإمام مالك رأى أن الساحر كافر غير مسلم، يسميه زنديقا، وذلك حتى لو أتاه وقال أن يتوب لا يقبل منه، يقول لك هذا زنديق يكذب، لا يصدقه. وكثير من أهل العلم يرون كفره ويرونه غير مسلم. فهو الإنسان كيف يبيع دينه بعرض من الدنيا، يخرج من الإسلام بفعل السحر والاستهزاء بآيات الله، ويعذب المؤمنين ويعذب المسلمين بهذا العذاب الأليم الشر الوبيل، والناس يستسهلونه ويعلمه بعضهم بعضا، يعلمونه ويتمادون فيه. ثم بعد ذلك كيف تستطيع أنت أن تصلح ما فسد؟ أي ذنب يمكن تصلح أنت من ما فسد؟ إذا كان الأمر يعني أخذت من إنسان مال ترد له ماله، إن كان اغتبت شخص تقول له سامحني، لكن هل تستطيع أن تسعى إنسان وتوصل إلى ما يصل إليه من الجنون ومن الخوف ومن الذعر ومن الموت أحيانا ومن الهلع ومن التفريق بين المرء وزوجه وبين التفريق بين الأحبة وأضراره لا أول له ولا آخر، تهلك الحرث والنسل وتهلك الأمة وتدمرها. فالآن نراه ينتشر ويستشري، وجد منه الآن هنا في تجور المنطقة الآن تحترق فيها النار بسبب فعل هؤلاء المفسدين. كيف يصنعون هذا؟ كيف إنسان مسلم يتقي الله يفعل هذا؟ عليهم أن يتقوا الله ويرجع ويتوب ويبطل هذه الأعمال الفاسدة، الأعمال الخبيثة، هذه من أعمال الشياطين، هذا إبليس، لا يعمل مثل هذا إلا إبليس. كيف إنسان يتلذذ ويرى الناس في هذا الفزع وفي هذا الذعر، والنار تشتعل فيهم وكل يوم يموتون بهذه الصورة وبهذا الخوف وبهذا الفزع؟ ألا يخشى من انتقام الله؟ ألا يخشى من عذاب الله؟ هو الإنسان هل عنده قدرة؟ هو الشيطان يفعل هذه الأفعال بسبب تمادي واستدراج هؤلاء السحرة في روايتهم في معاصيهم حتى يستمروا على هذا الفساد، وإلا هم في واقع الأمر لا قدرة لهم، هم عاجزون. الساحر والشيطان والله لا قدرة له، ولكن الله عز وجل أحيانا يريد أن يبتليهم ويمكنهم من هذا الفعل ومن هذه الأسباب الشيطانية حتى يستمروا في غيهم وفي ضلالهم وفي كفرهم وفي فجورهم، حتى يلقوا الله وهم على هذه الحالة السيئة، الحالة المجرمة، الحالة الكافرة. فعليهم أن يسارعوا إلى أنفسهم ويتقوا الله ويكفوا عن مثل هذا الشر، هذا شر وبيل لا يرضاه أي إنسان عاقل، لا يرضاه إنسان عنده مروءة، لا يرضاه لا مسلم ولا كافر، حتى الكافر لا يرضى به، لا يرضى أن يتمتع هكذا ويستمتع بعباد الله يتعذبون ويتألمون وهو يستمر في غيه وفي ضلاله. ولكن أيضا من ابتلي بهذه البلية ممن سحر عليه أن
يلجأ إلى الله عز وجل ويوثق صلته بربه سبحانه وتعالى. فإن الساحر والشيطان لا قدرة له على أن يضرك بشيء إلا بشيء الله عز وجل كتبه عليك وأراده، وإلا لا يقدر، فهو أعجز من أن يفعل لك شيئا بنفسه، وإنما هي أسباب شيطانية كيف أنت تعالجها وكيف أنت تقاومها برجوعك إلى الله بحسن صلتك بربك بمصالحتك بربك. علينا أن نراجع أنفسنا جميعا، المعاصي استشرت في البلاد شرقا وغربا بكل أنواعها وبكل صنوفها، من أعمالنا وعلاقتنا بأقاربنا وبأرحامنا وأكلنا المال بالباطل، الفجور والفسوق والفواحش والمعاصي والخمور والمخدرات وقطع الأرحام، هذه كلها أسباب معاصي، هي أسباب انتقام الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. الله قد ينتقم العباد بعذاب في الدنيا بسبب معاصيهم، عليهم أن يرجعوا إلى الله ويصالحوه، لأن الله عز وجل هكذا يذكر في القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلتهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. المعاصي هي سبب البلاوة، فعلينا أن نحسن ثقتنا بالله عز وجل، نصلح أمرنا مع الله عز وجل، وفي الوقت نفسه أن يكون إيماننا بالله عز وجل متين، كن عندنا ثقة عظيمة بأن هذا العبد الحقير الفقير العاجز وهذا الشيطان الإبليس لا يقدر بنفسه أن يفعل لي شيء. لابد أن تكون ثقة في الله كبيرة، كل ما تكون ثقتك بالله عظيمة وتزداد صلتك به سبحانه وتعالى وإسداد الأمر إليه، كل ما تكون أنت أقوى على التغلب على ما ابتليت به من المعاصي. لأن الشيطان ضعيف، الجن ضعيف، هو حقير لا يسوي شيء، هو يختبرك بإيمانك، فإن ضعفت أمامه ضعف إيمانك أمامه تقوى عليه، وإن استعظمت عليه بالإيمان وتقويت عليه بالإيمان واستعدت منه واستجرت منه بالله سبحانه وتعالى وأريته قدره وعجزه فإنه يذهب ويفر. وذلك الشيطان يفر عندما يسمع الأذان، مجرد أن تؤذن لا يستطيع أن لا يطيق أبدا لا يطيق أن يبقى في مكان فيه أذان، لابد أن ينتقل إلى مكان آخر، قد يرجع إليه لكن لا يطيق الأذان. فإذا يبين لك عجزه، هي مجرد كلمة فقط، كلمة لا يستطيع أن يقاومها، فكيف تظن أنه يقدر أن يفعل بك كذا ويفعل بك كذا؟ إذن المسألة لابد من إنسان يقوي إيمانه بحيث يقاوم هذا الظلم وهذا الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب رجل واحد لا يعني يستطيعون أن يفعلوا شيء بأحد إلا بشيء كتبه الله له، ولو اجتمعوا كلهم إنسهم وجنهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولو اجتمعوا كلهم إنسهم وجنهم على أن يضروك بشيء لم يكن كتبه الله عليك، لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، يعني الإنس والجن الدنيا كلها من أول آخرة، ليست القوة ولا السلاح ولا دولة واحدة، بل من أول خليقة إلى آخرها، والجن من أولى لآخر من إبليس وشياطين وجن، كل هؤلاء لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ولو مثقال ذرة لا يستطيعون إلا بشيء أراده الله لك. فإذا قوي ثقتك بالله واعلم أنه لا يقدر أن يفعل لك شيء إلا برأية الله، هنا تستطيع أن تدفع نفسك الضر ويقوى إيمانك وتصل إلى اليقين الذي تريده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.